ريكورد شير سكرين. كنا عم نحكي صرنا هون، هذه خلصنا منه. أرسل مواطن من واو هدية عينية قيمتها 5 مليون ليرة لبنانية لصديق في جيم. هذه مثل ما قلنا، ما نحن صدرنا سلعة، يعني هون بعت سلعة أنا بلبنان، أوكي؟ صح، يعني ناقص. هذه لما أبعت سلعة كأنها صادرات، فإذا زائد 5 مليون اكسبورت. بس هون صادرات. بس هبة يعني ناقص. بس الهبة الهبة بدها تروح ناقص 5. ناقص 5 مليون. إذا شو اسمها، شو سمينا احنا هبة؟ اوكي رح سميها جروب 1. طافي الهبات. ترانسفير 5 مليون. رح نحط هون جروب 1 الفئة الأولى، جروب 1 ترانسفير. طيب نزل لتحت. أدت مؤسسة محلية خدمات شحن لمؤسسة أجنبية في جيم بقيمة 3 مليون ليرة. فإذا هذه صدرت خدمات، فإذا بلس 3 اكسبورت اوف سيرفيسز. المؤسسة حولت من حسابها المصرفي في واو مبلغ 3 مليون لحساب المؤسسة المحلية في مصرف محلي آخر. معناتها هذه شركة مايكروسوفت مثلا أو شركة سامسونج إلى حساب بلبنان، دفعت لي أنا لإلي مصري حرب، دفعت لي 3 مليون ليرة. فإذا حساباتها بلبنان نزلت، فإذا أنا بسجلهم هون بتروح هون بهذا البند اللي هون، إنه هون نزلوا ب 3 مليون. أصول المالية القصيرة الأجل نزلوا ب 3 مليون. بدي حدد إذا أجنبية ولا الإذاعات، يعني الإذاعات أجنبية أو وطنية من أشخاص لبنانيين. ما هي الدكتور؟ الإذاعات الأجنبية هي اللي انخفضت عنا. صحيح، ما هو إنه مشان بقى نحدد، ما هيك؟ لا انتبه، هو عم بيقول المؤسسة الأجنبية. ما هو شو اللي صار؟ أدت مؤسسة محلية خدمات شحن لمؤسسة أجنبية. المؤسسة الأجنبية حولت من حسابها المصرفي في واو مبلغ 3 مليون ليرة لحساب المؤسسة في المحلية في مصرف آخر. يعني هي سامسونج حولت لي 3 مليون ليرة. من وين حولتهم؟ في الحساب هون بالبنك حولت لي إياهم. فإذن هون رح سجل أني ناقص 3 أوكي مليون جروب 3. جروب 3 وضحت هاي؟ دكتور هلا هو اذا بدنا نكتبه نحن بالامتحان بشكل عام بدنا نحدد، ما هيك بدنا نكتب بالعربي واي بند بالثلاثة او بالاول او بالثاني. ايه بالضبط، ايه صحيح. نعم. ايه بعد بعد نص ساعة. نص ساعة؟ ايه 35 دقيقة تقريبا. اوكي طيب صحيح. النقطة العملية الخامسة. وزعت مؤسسة في جيم أرباح قيمتها 2 مليون ليرة لبنانية. وزعت مؤسسة في جيم أرباح قيمتها 2 مليون ليرة لبنانية لحاملي أسهمها في واو عن طريق إيداع في حسابهم في جيم. أوكي هون شوي هذا طبعا. هون أنا عم بحكي، لما عم بحكي مؤسسة في جيم أرباح قيمتها 2 مليون ليرة لحاملي أسهمها في واو، طب اوكي هذا معناته انه انا كنت مشتري اسهم هونيك وهلا عم تجيني الارباح تاعولتها. هذه الارباح نحن بنعرف هذه ارباح للاستثمارات تاعولنا بالخارج يلي هني هون، صافي المداخيل المؤديه من مداخيل الاستثمارات المباشره والمحافظ الاستثماريه والعمله في الخارج. فإذن هون رح سجل انا عندي، انتم كثير نقطه اساسيه
ما تقروا العبارتين مع بعضهم، اقرا اول عباره لحالها. وزعت مؤسسه في جيم ارباح قيمتها 2 مليون ليره لحاملي اسهمها في واو، نقطه، خلصنا. فاذا هون زائد 2 مليون جروب 1 انكم، اذا بدكم مداخيل. طيب شو بيقول لي بعدين؟ عن طريق ايداعات في حسابهم في جيم. انا اعطوني 2 مليون بس اقول لك حط لك اياهم بحسابك بامريكا. يعني زاد الاصول اللي قالهم برا فناقص. بس هو ناقص 2 مليون، ناقص 2 مليون. اوكي، هذا جروب 3. العملية 6، مواطن من واو، يشتري سندات طويلة الأجل من شركة في جيم بقيمة 4 مليون ليرة لبنانية. فإذا أنا كنصري حرب عم بشتري شركات من، عم بشتري 4 ملايين ليرة أسهم بشركة الرينو أو سندات شركة الرينو. ناقص، هاي ناقص، أنا عم بدفع ناقص 4 مليون. بس هول وين بأي جروب؟ بالجروب ثلاثة، جروب تاني، لا اثنين تاني، لأنه طويلة الأجل. أوكي. طويلة الأجل. يحول المواطن، لا لا كتير فري وروح مش لحظة. نعم، يحول بالغلط. أوكي، يحول المواطن من حسابه الجاري في المصرف المحلي للحساب الجاري للشركة في مصرف محلي آخر في واو. يعني أنا حولت له من حسابي هون إيداعات قصيرة الأجل. أوكي، حولت له من حسابي هون لحسابه هو عندي هون، لأنه رينو إلى حساب إلى مصاري عندنا بالبنك هون. زائد فازن زائد 4 زائد. بالوطن، لأنه بالوطن. اوكي، بس هذا اي جروب؟ بس عندي شغله. ايه قل لي. بالنسبه للي نحن عاملين، هلا نحن انت قلت لنا انه بتطوروا انتم اول مقطع وبتوقفوا. هلا عم بلاحظوا انا انه مثلا اذا كانت هي ناقص 2 او زائد 2 او حسب قد ايه هو الرقم، بالتاني عم نعكس الرقم كاشاره يعني بوزيتيف او نيجاتيف، بس ما نشوفه باي جروب. هاي هي، هاي هي. مزبوط؟ مزبوط. صح، يعني دائما هي بعكسها، بس ما انا بس متاكد باي جروب. ايه، وتحديد وجهه ثاني مقطع من الجمله بيكون اسهل من تحديد الوجهه الاساسيه. حسب، حسب ما هي بس تعرف اول واحده. لا، حسب، حسب في منهم بتعرف الثاني اسهل من الاولى. يعني لما يقول لك صادرات ما في اهم منها، دغري بتنحط بالصادرات. اوكي، بس على كل حال، على كل حال ما هن الخيارات محدودين كلياتهم، انا بيهمني اعرف بكل فئه شو فيه. طيب، صدرت مؤسسه في جيم سلعا بقيمه 4 مليون ليره لمؤسسه في واو. صدرت مؤسسه يعني زائد ناقص يعني هذه واردات شيء لانه جيم فسن ناقص 4 مليون، ناقص 4 مليون. هذا import يعني في group 1. ولتسهيل الدفع قدمت المؤسسة البائعة قرضاً طويل الأجل بالمبلغ للمؤسسة المشترية. يعني زائد 4 بالفئة الثالثة وهو طويل الأجل لأنه قرض طويل الأجل. اوكي، مصرف في واو في لبنان. يعني دكتور بس سؤال بعد، لو هون لو هذا المثل لو صدرت مؤسسه في واو كنا حطينا زائد 4 ما هيك؟ لو في الوطن، لو المؤسسه طبعاً. بالوطن كنا حطينا زائد 4. طبعا طبعا. اوكي، طيب هلا العمليه 8، مصرف في واو
يتوقع انخفاض سعر الدولار فيبيع للبنك المركزي ما قيمته 7 مليون ليرة لبنانية من الدولارات ويودعها في زائد 7 لأنه بعدنا بنفس الوطن. هو عم بينقلهم يعني عم بيحطهم مطرح لمطرح. أوكي. بس بعدنا ضمن البنك المركزي المحلي. فيبيع للبنك المركزي ما قيمته يرجع على البلد بلكي. أوكي. أنا هون بدي انتبه هون على لهذا، هذا شوي تركي هون. طيب هو باعه 7 مليون للبنك المركزي، 7 مليون باعه 7 مليون دولار للبنك المركزي ناقص بالنسبة للبنك المركزي. طيب هلا بالنسبة لي أنا كشو اسمه بلبنان شو بدي أحط؟ طيب أنا لأعطيكم شغلة، لأعطيكم ما بعرف إن شاء الله تزبط معي هالتريك، أنه أنا لما بيع دولار كأني عم صدر. أوكي؟ أنا يعني زائد لما بيع دولار كأني عم صدر. لاحظوا شغلة، فيبيع للبنك المركزي المحلي ما قيمته 7 مليون دولار من الدولارات ويودعها في حساب جار. فإذا رح يزيد أنا عندي هون بقلب شو اسمه 7 مليون زائد 7 قلب البلد، يعني هني كمان راجعين على قلب البلد. اوكي ناقص اول شيء ناقص 7 مليون بيرجع بيزيدوا ال 10 مليون هني بحساب الجاري. خليكم معي بقلب البلد. لا 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 رجاء رجاء. الممتلكات الاصول الاجنبيه انا عندي هلا هون، إذا بتطلعوا هاي أنت قصدك أنه نعتبر السبعة مليون هي السلعة محل السبعة مليون وعم بيشتريها المصرف المركزي. لا 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 بكل لا بساطة لأنه بيع دولار يعني لأعطيكم إياها بشكل أسهل، لأعطيكم إياها بشكل أسهل. أحسبوا أحسبوا احسبوا انه انا عندي 7 مليون دولار او دولارات موجودين بحسابي بامريكا لانه عم نحكي نحن عن الدولار. انا كنصري حرب اوكي عندي مصاري بامريكا اوكي، هول المصاري بدي اعطيهم للبنك المركزي تاعولي، بدي بيعهم للبنك المركزي تاعولي لانه فعلا عمليا لما نحن لما اي بنك بده يبيع للبنك المركزي ما بيروح بيعطيه دولارات، بيحوله من حساب لحساب. هلا كانه انا كشو اسمه عندي 7 مليون ليره بالبنك المركزي او عندي 7 مليون ليره بنيويورك، قلت له للبنك المركزي هول انا بدي بيعك اياهم، بالتالي انا الاصول تاعتي اللي برا اللي كانت موجوده برا نقصت، فإذن هاي بما أنه نقصت بدأ تسجل عنا بالميزان مدفوعات اللبناني زائد 7 مليون جروب 3. لعله أنا بفتكر بعض الطريقة بتكون أفضل. برجع بعيد، حتى لو كانوا المصاري معي كاش أصلي برا عندي قلت وصارت عندي بالضبط، حتى لو كانوا المصاري عندي كاش هون وأنا أعطيت إياهم بفوتوا بذات الطريقة، لأنه أنا عم بتطلع حتى للمصاري الكاش بتطلعهم بأصول مالية قصيرة الأجل. أو انخفاض بالأصول الأجنبية. هون هي هاي. الأصول المالية القصيرة الأجل كالحسابات المصرفية وحسابات الشيكات. والنقود. ها بدكم زيدوا عليها هون زيدوها و أنا ما في يكتب هون عند الكيبورد ما بيكتب العربي. هي النقود ما هي حسابات قصيرة الأجل. بالتالي أنا مصريات اللي بالدولار نقصوا معناتها الحسابات القصيرة الأجل يلي برا نقصوا. هول بيسجلوا عندي أني بالزائد. زائد 7 مليون. بس بالمقابل البنك المركزي بيشبهوا بالمحاسبة، بيشبهوا بالمحاسبة دكتور من إلى. صحيح. صحيح.
بالمقابل البنك المركزي شو عمل البنك المركزي؟ إذا بتشوفوا هون دكتور هو يعني البنك المركزي صار عم يشتري مني دولار عم ينقص من عنده ممتلكاته بالدولار؟ عنده هو لأنه اشترى من عندي دولار نقص من عنده ليرات. فإذا رح سجل أني عندي هون ناقص 7 مليون ليرة. هذا بالجروب، أي جروب؟ جروب 4 تبع ممتلكات المصرف المركزي، آخر واحدة بممتلكات المصرف. بدي هذه تكون واضحة عندكم هالعملية 8، لأنه ما في غيرها هيك عملية مع البنك المركزي. وبدي تنتبهوا لشغلة هون، تنتبهوا لشغلة هون، إنه سجلوا عندكم هذه ملاحظة، إنه هذه السبعة من ناقص سبعة بالجروب أربعة، صحيح إنه هي بين ناقص سبعة مليون، بس هي فعلاً احتياطات البنك المركزي زادت. فإذا أنا لما أحكي عن البنك المركزي اللبناني، لما لاقي بالجروب أربعة بالفئة أربعة بالنيجاتيف، معناتها الاحتياطات عم بتزيد، لأنه هذا الناقص أربعة احتياطاته بالدولار. بالدولار صحيح، هاي اللي شرحت لنا إياها فوق من شو، إنه بالمصرف المركزي في أمريكا بنيويورك زاد عنا. صحيح، إحنا عنا نقص بلبنان بس هو فعليا برا زاد كدولار. صحيح، هو نقص عنا لبناني بس أنا عنا احتياطات بالدولار نحن، فهذا شيء منيح لنا كمان. صحيح 100%. طيب عاصم، بنروح على عملية 9. المؤسسة المذكورة في المثال 7 هون في واو سددت مبلغ 1 مليون ليرة للمؤسسة المقرضة في جيم. هاي ما هي المؤسسة اللي هون ما قدمت لها تسهيلات للدفع، قدمت المؤسسة البائعة قرضا طويل الأجل. إذا بتتذكروا بدنا نرجع على السبعة نشوف وين كيف حطينا الأسامي ونشوف كيف ننقصهم. أنا عطوني هني وقتها إذا بتتذكروا 4 مليون قرض طويل الأجل ولتسهيل الدفع قدمت المؤسسة البائعة قرضا طويل الأجل بالمبلغ للمؤسسة المشترية. وهول 4 مليون وقت تذكروا فوتناه على الجروب الثاني لأنه استثمارات طويلة الأجل. بالتالي هول الاستثمارات طويلة الأجل هلا نقصوا. قديش نقصوا؟ ناقص واحد. واحد. ناقص واحد. واحد مليون جروب. والدكتور كمان مجرد ما قلنا سددت عنا الوطن عم بيسد يعني عم ينقص من عنده. ايه بس انتبه ناقص واحد جروب اثنين، معناتها ما انا كان في لي بدي شو اسمه اذا بدك كان اذا بدك فهميها هيك، انا كان بدي منهم 4 مليون وهلا اعطيتهم مليون، معناتها نقصوا. ما بعرف اذا بتنفع. اوكي طيب، وفي عندي نقص من الأربعة واحد. ايه صحيح، من ثلاثة بعدين ثلاثة. المؤسسة المقرضة في جيم عن طريق تحويل المبلغ من حسابها في واو لحساب آخر في واو، يعني أنا بدل ما حول المصاري لهونيك قلت لهم طعوا، ما أنت قلكم حساب عنا نحن هون رح أدفع لكم إياه، بحط لكم إياه بحسابكم. مثلا هون بلس 1 مليون، يعني هي نقصت من المؤسسة مليون بس نفس الوقت البلد استفاد بمليون. أوكي 1 مليون زائد جروب 3، يعني جروب 3 صح. طيب هلا هيك بكون انا خلصت العمليات المصرفيه. هلا اللي بدي اعمله انا وياكم بدنا نحطهم هول، نكون من هول ميزان المدفوعات. يعني انا عم بفرض انه بسنه معينه ما في عندي غير هالتسع عمليات هول. طيب. يعني بدنا نرصد، بدنا نرصد، نحط الرصيد ميزان المدفوعات. صحيح. فإذا هون
دكتورة بنعمل اللي صار زائد لحال واللي ناقص لحال، يعني بده يطلع اكيد صفر مثل ما قلت لنا جمع. اوكي طيب، بس انا اللي بدي اعمله هلا بدي احطهم كلياتهم، بدي احطهم كلياتهم مش هيك، بدي احطهم كلهم مثل موجود على الصفحه هون، بدي احط تحت الصفحه الفئه بدي احط شو فيها. طيب خليني اكبر انا الشاشه عندي هون شوي لفرجيكم عليهم، رح اعمل سبريت للسكرين عندي فيو. اوكي فاذا هون يا خلينا نبلش من اول وحده. فاذا اول عمليه عم تقول لي زائد 5 اكسبورت ناقص 5 جروب 3، هيا زائد 5 اكسبورت حطيت انا هون عمليه واحد وناقص 5 جروب 3، هيا هون هذا جروب الثالث ناقص 5 عمليه واحد. طب اعطوهم انتم اللي عندكم باينين فيكم تشوفوهم؟ ايه دكتور، ايه دكتور مبينين. اوكي تقدر تتابعوني هيك اكثر. طيب انا عندي هون على الطبعه القديم هي ذاتها تقريبا، ما بعرف اذا في غلط، ما بعرف. اكيد. طيب العمليه الثانيه ناقص 15 امبورت زائد 15 جروب 3، هيها ناقص 15، شايفين هون العمليه الثالثة، العمليه الثانيه ناقص 15، عمليه الثانيه بيرجع بيقول لي زائد 15 جروب 3، زائد 15 جروب 3 وين؟ هيا العملية الثانية زائد 15 العملية 2، العملية الثالثة زائد 5 صادرات ناقص 5 جروب 1 ترانسفير، هيا زائد 5 صادرات العملية الثالثة هيا هون هيا ها و ناقص 5 ترانسفير، هيا العملية الثالثة ناقص 5 ترانسفير العملية الثالثة، هيا ناقص 5 العملية الثالثة. العملية الرابعة زائد 3 صادرات خدمات وناقص 3 جروب 3، زائد 3 صادرات خدمات هياها زائد 3 وناقص 3 العملية الرابعة هون، هيا العملية الرابعة ناقص 3 كفي. العملية الخامسة أرباح زائد 2 مليون وإيداعات بالحساب يعني 2 ناقص 2 مليون بالجروب 3، هيا فإذا الإيداعات هون مداخيل مؤتية زائد متأتية من الاستثمارات في الخارج زائد 2، هيا المسألة رقم 5 واحد طول اليوم أنا بحسابي بالبنك هون، هيا ناقص 2 برا حطوا بحسابي برا بالبنك 5. المسألة 6 بيقول لي ناقص 4 مليون جروب 2، هيا ناقص 4 مليون جروب 2، مسألة هذه المسألة العملية 6 بيرجع زائد 4 مليون جروب 3، هيا زائد 4 مليون جروب 3 جروب 3، هيا المسألة السادسة العملية السادسة جاي الإيداعات صحيح. العملية 7 ناقص 4 صادرات زائد 4 جروب 2، هيها زائد 4 العملية هذه 7 العملية 7 زائد 4 جروب 2، هيها زائد 4 جروب 2 مسألة 7 وناقص 4 بالواردات، هيها ناقص 4 بالواردات مسألة 7. مسألة 8 زائد 7 بالجروب 3، المسألة 8
هي زائد 7 بالجروب 3 هي مسألة 8 وناقص 7 بالجروب 4 هي هون ناقص 7 بالجروب 4 4 الممتلكات. دكتور البنود لازم نحفظهم مثل لازم يكونوا يعني مثل ما هن صح؟ ايه مثلا الابواب لازم نحفظهم الابواب ناقص 1 مليون ناقص 1 مليون جروب 2 هون هي ناقص 1 مليون العملية رقم 9 وزائد 1 مليون جروب 3 زائد 1 مليون جروب 3 العملية 9. طيب هلا خلصنا بدي شيل هذا بدي اطلع على طلع فيهم لهون فيصل صار في يقول عندي الميزان التجاري زائد 5 زائد 5 10 ناقص 15 ناقص 14 بيعطيني ناقص 9 يلي هي هذه الميزان التجاري يلي هي صافي الصادرات بكلام مثل قبل شوي عن صافي الصادرات هذا الميزان التجاري بالانس كوميرشال كوميرشال تريد بالانس بيقولوا له بالانجليزي صافي هون صافي الخدمات صادرات الخدمات 3 واردات 0 ما في عندي واردات فاذا 3 ناقص 0 3 فاذا الفئه العنوان باء في عنده زائد 3 التاء مداخيل متاتيه من استثمارات مباشره بتساوي زائد 2 ما في غيرها وتحويلات المهاجرون ناقص ما بعرف شو ناقص 5 بجمع 9 ناقص 9 إذا بدكم خليني بقي إن شاء الله بجمع زائد 3 اللي هون لا مش هون هاي صافي صافي صادرات الخدمات وبجمع تحويلات اللي هون تعول هذا الدخل اللي عم يجي من الاستثمارات برا وبجمع هذا الناقص 5 اللي هون التحويلات المهاجرين يعني زائد 5 ناقص 5 0 صحيح زائد 5 ناقص 5 0 بيطلع عندي يلا بعد في عندي 10 يعني انت هون حطيت كل فئة لحال كل فئة لحال حطيت ايه ضمن الفئة الأولى حطيت كل بند لحاله نحن بالفئة الأولى بهمنا نفصل البنود أكثر من الفئات اللي تحت طيب طلع عند الحساب الجاري كله ناقص 9 هلأ إذا بشروح على الفئة الثانية الفئة الثانية تطلع مع بعضهم ناقص 1 ناقص 4 زائد 4 ناقص 1 ناقص 1 الفئة الثالثة جمعتهم مع بعضهم كلياتهم بيطلع زائد 17 والفئة الرابعة يلي هن ناقص 7 اجمعوا بحساب الرأسمالي كله سوا ناقص 1 زائد 17 بيطلع زائد 16 زائد 16 ناقص 7 بيطلع زائد 9 لاحظوا انه الحساب الرأسمالي زائد 9 بينما الحساب الجاري ناقص 9 اجمعوا مع بعضهم بيعطيكم 0 يعطينا 0 هيك شغلنا بيكون مظبوط متأكد هيك شغلنا بيكون صحيح طيب أنا بس لألفت لكم نظركم لأنه أنتم حكيتوا عنا يوم السبت أنه أنتم ماخدين بيكون عندكم مرات بيكون في عندكم بند أخطاء إحصائية أو شيء نحن ما بيهمنا كثير هذا البند هلأ الأخطاء الإحصائية بتصير بس أنا بيهمني هون تفهموا هالمواضيع هذه والعلاقة هول كلياتهم مع بعض إذا بدكم نعلق شوي عليهم لهلا درس بعد في عندي محاضرة فيه لهذا جمعة الشيء بس أنتوا صار فيكم بلشوا تحلوا الأعمال أوكي بس تقلكم شغلة صغيرة هون إيه دكتور في عندي هذا هون الأعمال شوف في عندي كذا في عندي مسائل الفصل الخامس فيكم تحلوهم وعندكم هذا فيكم تحلوا هذا كمان ميزان الخدمات مع الحساب الجاري كلهم فيكم تحلون له طيب هذه اول نقطه النقطه الثانيه
انتم بتعرفوا انه على طول بنسمع نحن في عنا عجز بميزان المدفوعات بلبنان، بس ولكن اذا بتجوا تطلعوا كيف يعني عجز بميزان المدفوعات بلبنان؟ وين يعني عندي عجز ميزان؟ ما هو ميزان المدفوعات رح يكون متوازن، رح يكون في ميزان التجاري، في بالميزان التجاري. أوكي. ايه يعني بصير ناخذ كل واحد، مثلا عندنا واردات اكثر، عندنا الاستثمارات اللي برا اكثر، هيك مثلا بصير كلهم نحكي عنهم بالعكس. نحن لما نسمع على عجز بالميزان التجاري بدنا نقول له للي عم يحكي لنا اياه هذا العجز انه شو قصدك؟ هل انت قصدك عجز بالميزان المدفوعات، ولا قصدك عجز بالميزان التجاري، ولا قصدك عجز بالحساب الجاري؟ بشو قصدك العجز؟ هذه نقطة بدنا نفهمها. نحن عنا بلبنان، عنا بلبنان مشكلتنا الأساسية إنه الميزان التجاري هذا اللي هون، إذا بتسمعوا كنا نحن نصدر بشي 2 أو 3 مليار ونستورد بعشرين مليار، يعني هذا لحاله كان يطلع لحاله 17 ناقص 17 مليار دولار. ومع صافي صادرات الخدمات مش كبير هذا البند، مش كبير هذا البند، وخلينا نقول ناقص 17 مليار دولار. هلا نحن اللي كان يدعمنا بلبنان هني هول، يعني اذا عم تحكوا ناقص 17 مليار زيدوا علي هون مثلا كان يجينا تحويلات شي 7 8 مليار، بصير عجز الحساب الجاري بصير بحدود الناقص شي ناقص 10 مليار. كيف كان عم يتسكروا هالناقص 10 مليار؟ في التحويلات كانت ايه، بس برضو كان برضو بعد في عجز، يعني التحويلات هون عم تجي عم يتراكم التحويل اليكم اضعاف كانت بالضبط. التحويلات عم تجي عم تساعدنا، بس ولكن في عم كان عم يضل في عندي عجز بالحساب الجاري. عجز الحساب الجاري بده الواحد ينتبه له لما يقراه، انه هل هو عجز مؤقت، هل هو عجز مستمر؟ هو شامل الميزان التجاري والصافي الصادرات، على شامل الميزان التجاري والمداخيل، شامل الصافي الصادرات وشامل المداخيل المتاتيه من الخارج. لا دكتور بيشمل التحويلات، مثل ما قلت لكم نحن اهم بند عندنا التحويلات. كان بس ولكن بالمقابل دكتور هلا انا بسمع دائما انه الميزان التجاري هو بيعرض بطريقه او باخرى كيف توجه الدوله الاقتصادي، يعني قطاعاتها القويه خفيفه، زراعتها منيحه ولا مش منيحه. هذا عجز فيه ببين انه نحن ليس لدينا قطاعات انتاجيه. صحيح صحيح صحيح. بال في 2000 لما بلش رفيق الحريري السياسة تاعته، كانت السياسة تاعته هي أنه يا جماعة شو بدكم بصادرات السلع والخدمات؟ خلينا نركز على شو بدكم بصادرات السلع؟ ركزوا على صادرات الخدمات، أنه نحن بلد سياحي. هو شو كان عم بيقول رفيق الحريري؟ انه خلينا نحن ما نركز على قصة الصناعة الوطنية، ما نركز نحن على الخدمات. بكرة كان يقول هو انه رح يصير في امن، رح يصير في سلام، رح يصير في صلح مع اسرائيل، لبنان بلد الخدمات وبلد السياحة، فنحن قادرين نستقطب سواح كتير، وبالتالي رح تكون صادرات الخدمات عنا اعلى من واردات الخدمات، وبالتالي هذا البند اللي هون هو اللي رح يشقلنا شغل، رح شلنا لفوق. بس مثل ما عم نشوف ما صار هيك. هلا في ناس كل يعني ما بديش فوت انا بالسياسه، هلا قيم السياسات هون. انا شخصيا طبعا بعتبرها كان ما بعرف رايي شخصي. كل مرحله لها اسبابها دكتور. لا انا بعتبر انه الموضوع كان كثير غلط من الاول. الموضوع كان كثير غلط. يعني كنا عم نرأى ما فيك لما تاخد اقتصاد بلد معين ما فيك تعمل مراهنات، ما فيك تراهن، يعني ما في دم. نحن مش ناقصنا شيء لحتى نعتمد على
نحن نقوم فيها. قادرين نحن ليش بدنا نضل نعتمد على الاقل الاقل نحن نروح نستوردها؟ نحن قادرين دكتور اجمالا حتى لكم حتى القصة في عندنا نحن قادرين كنا نبني وبعدنا هلا حديت هلا قادرين نبني صناعات تكنولوجية عالية وقوية. لا دكتور هلا صعب كثير. لا بدك مهم سياسة حكومية. بدك سياسة حكومية مثل ما عم بقول لك الدكتور يمشي الحال. ما في شيء ما له. نعم منفتح على كثير مناطق يعني على البحر. هو هو هي المشكلة بالقيادة عندنا بالبلد دكتور. لو في قيادة حكيمة بدها صالح لبنان كان نعمل هيك اشياء من زمان، بس ما في ولا رح يكون فيه. عرفت علي كيف دكتور؟ فخلص هلا لأنه الخدمات قطاع يعني أي شيء هو قطاع مهدد أكثر. هلا ليكو للحلول في حلول صعبة صعبة بس ولكن مش مستحيل. مش مستحيل بدنا وقت بس أهم شيء يكون في إرادة. دكتور الحلول بدها رجال تتخذ قرار، بس بدها رجال تتخذ قرار بالمضي قدما والإصلاح بس لا أكثر ولا أقل. بالضبط بدك رجال خفف سرقة. خلاص نصر الله أنت بالانتخابات الجاية اتكل على الله كلنا بظهرك. يلا خير إن شاء الله. طيب الله أنا مرايا خي فالل الله خلي لكم هالبلد. لا كيف تترك البلد بس. يلا خير إن شاء الله. على كل حال نحن خلصنا. الله يتقبل أعمالكم وكل سنة أنتم بخير. نعد عليكم إن شاء الله بيكون عيد خير وبركة، والعيد الجاي بيكون أحسن من هذا العيد يا رب. لا بيكون لا في أزمة اقتصادية ولا بيكون في ضرر. ارتاحوا شوي وإن شاء الله نرجع دكتور أو تنين. المحاضرة ايه شو بها؟ المحاضرة نهار التنان حتكون 2:30 او نرجع توقيتها مثل ما كان لانه 10 رمضان، شو رأيك انت؟ ما انا مبدئيا مفروض نرجع عادي. اوكي تمام ماشي. اوكي يعطيك العافية والسلام عليكم. ماشي تكلم يعطيك العافية. الله يعافيكم.